مساء الخير متابعينا الكرام، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو والذي يأتيكم عبر منصات المكان الذي أفتخر به بين عائلتي. هذا المكان الذي لن نسمح وزملائي التطاول عليه ولا التطاول على هذا البلد الحبيب بأي شكل كان ولا التدخل في شؤون الوطن. وعندما يكون هذا التطاول من كائن قدمته الاستخبارات الإسرائيلية كإعلامي ويدعي بترويج معلومات تتعلق بواقع العالم العربي وهدفه التعمد دائما في إثارة الجدل وخلق التوتر. واليوم حديثنا على ما قام به ضابط الموساد الإسرائيلي إيدي كوهين بإعادة نشر أحد التقارير لمنصات محاولا المساس بها وإثارة البلبلة كالمعتاد، وللأسف من يقوم بإعادة نشر ما قام باقتباسه. للحديث بتفاصيل أكثر منرحب وإياكم بضيفي الدكتور الصحفي الوطني الحر الدكتور جودة مناع. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. كيفك دكتور؟ أهلا وسهلا. دكتور، كونك أستاذ جامعي سابقا مدرب في مجال الإعلام وعامل في وسائل إعلام عالميا ومحليا والآن أيضا مدير شبكة متاحف القدس بيت الذاكرة، خبرنا بداية من هو إيدي كوهين؟ إيدي كوهين ضابط مخابرات إسرائيلية يعمل في مركز أبحاث، وبالإضافة لذلك هو عضو في حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في هذه الأيام، وأيضا هو ينفذ سياسات هذا الحزب وسياسات هذه الحكومة. نعم نعم. دكتور، بدي أسألك، هل يعمل لوحده إيدي كوهين أم هناك شبكة متواصلة معه؟ إيدي كوهين بداية هو ينتمي لهذا الحزب ولهذه الحكومة ولسياساتها، هذا أولا. ثانيا هو يعمل أو يرأس فريق من الباحثين يساعدونه في تقديم المعلومات ويصدر تغريداته وتصريحاته بناء على هذه المعلومات التي تصله من أو تحول له من قبل الخبراء والباحثين الإسرائيليين. نعم دكتور، ما الذي يهدفه إيدي كوهين من تغريداته وتصريحاته، ومن يستهدف من خلال هذه التغريدات؟ بداية إيدي كوهين هو يستهدف أكثر من دولة عربية، ليس الفلسطينيين فحسب، هو استهدف الفلسطينيين، يستهدف الأردن، يستهدف العراق، سوريا وتركيا وأيضا الإمارات في بعض والسعودية، كثير من الدول العربية استهدفها إيدي كوهين، وبالتالي هو يستغل بعض الثغرات في هذه الدول ويقوم بإصدار تغريداته. حتى الجزائر لم تسلم من إيدي كوهين عند انعقاد مؤتمر القمة العربية الأخير. دكتور، ماذا تقرأ في مضمون خطاب الذي يطرحه إيدي كوهين وجهازه الأمني؟ أقرأ في تصريحاته وتغريداته مضمون خبيث يستخدم فيه علوم إعلامية وسياسية وأمنية أيضا، مثل الحرب النفسية على سبيل المثال. وكما تعلمين الحرب النفسية هو يحاول بتغريداته خلق أزمات ما بين الجهات التي يستهدفها، هذا أولا، وتوتر أيضا بين فيما بينها، بالإضافة للتشكيك في هذه الجهات وقدراتها، وخاصة الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية استهدفها كثيرا لأجل أن يشكك في طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال. نعم، حتى في حقوقهم يعني. نعم. طيب دكتور، هلا ذكرنا من خلال برضو الدول اللي بيستهدفها إنه الأردن، وكان له تقريبا فوق 40 تغريدة على الأردن، بحاول يشكك في الملك وبحاول يشكك في أمور كتير، وحكى أكثر من شغلة إنه باجع الأردن وباكل شاورما في عبدون أعتقد. فهو بيحاول دائما مثل ما تفضلت حضرتك إثارة البلبلة من خلال الحرب النفسية، لكن هلأ في ناس للأسف
يعني مثل ما صار عندنا بمنصات قاموا باقتباس، وبعض الصحفيين يعني للأسف باقتباس ما قام بنشره. بداية هو طبعا يستهدف الأردن، وترتفع وتيرة الاستهداف من خلال المواقف الوطنية التي لا تعجب إسرائيل تجاه العلاقة الفلسطينية الأردنية من جانب، واتجاه المقدسات التي يقتحمها جيش العدو والمستوطنين في كل يوم. وهذا موقف الأردن واضح بالنسبة له، خط أحمر لا يمكن أن يتراجع الأردن عن هذه السياسات، ولذلك ترتفع وتيرة انتقاداته للأردن من خلال مواقف الأردن الوطنية والمتصلبة تجاه فلسطين والمقدسات الإسلامية التي هي من الوصاية الهاشمية. نعم، هذا من جانب. وأنا بتمنى على إيدي كوهين يروح يأكل شاورما في جنين أو في نابلس قبل يجي على الأردن، لأنه طالما صعب عليه الدخول في جنين وفي نابلس، بتمنى أشوفه يصدر تغريدة من هناك يكون يعني هل يجرؤ على إصدار تغريدة؟ على ذلك هو متفوه ويحاول من خلال اللغة العربية التي يتحدث بها، فهو أصوله ترجع إلى لبنان، وهو غادر لبنان أعتقد في الثمانينات من القرن الماضي، وجاء ليخدم في الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الإسرائيلية، وانضم إلى حزب اللكود كما أسلفت. ولذلك هو يستخدم أيضا بعض الكلمات العامية لبعض الدول، على سبيل المثال لما بيهاجم العراق طيح الله حظكم الأكراد، وهكذا يعني يستخدم لغة تستخدمها القريبة، يحاول نعم. يحاول النفاذ إلى الجمهور، باعتقادي أنه سيقنع الجمهور من خلال الدعاية التي تعتمد على الكذب والنفاق والتضليل، لأنه عادة دعاية الحكومات أو دعاية أمثال إيدي كوهين تعتمد على الكذب والتشهير والتضليل، وهو ما يفعله في كل تغريداته من أجل خلق الفتنة أيضا بين هذا الطرف وذاك الطرف. لكن أنا أتحدى أحيانا أن يقنع الجمهور، هو يطلق هذه الدعايات لكن الإقناع شيء مختلف. صحيح. يعني من اطلاعي على سيرته الذاتية أعتقد أنه هو من خلال أيضا هذه التغريدات أعتقد بأنه يعمل على إسقاط ما تم عمله في لبنان معه مع أهله على الشعوب العربية، أو هو حاقد حانق لا نعلم، يعني ممكن بسقط اللي صار فيه على الشعوب وبيتقصد هاي الحرب النفسية، وهذه طبعا حرب صعبة، وللأسف اللي بيصدق أو بيناقش أو بيعيد اقتباس هاي الأشياء اللي هو بينزلها هون، هو بيصير له يعني خلينا نقول مكان، هو إحنا لا نراه، نحن لا نراه، بس للأسف اللي بيعيد نشر واقتباسات هون إحنا عم نعمل لهذا الكائن مكان. خلينا نقول دعيني أتحدث بداية عن مقارنة بين اليهود اللي كانوا عايشين في الدول العربية في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي جميع الدول، كانوا عايشين برفاهية، وهم أيضا لا زالوا حتى اليوم يعتبرون أنفسهم من هذه الدول، ولذلك تجدين أحيانا بعض التطرف من قبل بعض الأشخاص، وليس كل اليهود، بعض الأشخاص نعم، أمثال على سبيل المثال إتمار بن غفير، هو جاء من العراق ويهودي عراقي، ولاحظي الغضب والفاشية والإرهاب الذي يتفوه به والتحريض ضد الشعب الفلسطيني. لكن إذا نظرنا للعرب وخاصة الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال، يواجهون الويلات في كل يوم، جرائم ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، كان آخرها
صباح هذا اليوم استشهد 3 في جبع قضاء جنين، وبالأمس اقتحموا جنين بالسيارات المصفحة والقوات الخاصة واغتالوا 7 فلسطينيين. إذا لا يوجد هناك وجه مقارنة، وخاصة حتى مجيء اليهود اللي كانين عايشين في الدول العربية جاءوا بناء على مؤامرات ومخططات. كيف بن بورات كان وزيرا إسرائيليا في 70s أو 80s القرن الماضي، وكان هو من وضع متفجرات في كنس يهودية في العراق من أجل إرغام اليهود على الرحيل إلى فلسطين. نعم. وحدث هذا بمؤامرات بخصوص يهود اليمن وبخصوص يهود إثيوبيا وما لذلك. إذن هذا الكيان الذي منه إيدي كوهين هو يخلق المؤامرات ويخلق الفتن ويخلق الأزمات، والأولى به أن يتحدث عن ما يقوم به المستوطنون الذين أحرقوا حوارة قبل أيام وفي كل يوم يرتكبون جرائم كبيرة. لا أسمعه يتحدث عن ذلك أبدا. نعم نعم دكتور، حنكون بفاصل صغير ومنرجع نكمل الحديث معك. مشاهدينا حنكون معكم بفاصل وراجعين. رجعنا معكم متابعينا، وأكيد رجعت معك دكتور حتى نكمل حوارنا. وسؤالي الآن، أين يصنف خطاب كوهين؟ خطاب كوهين تخريبي وفي إطار الحملات النفسية ضد الجهات التي تعارض جرائم إسرائيل واحتلالها لفلسطين المحتلة. هذا من جانب. الجانب الآخر هو يصنف في إطار الدعاية السياسية والأمنية. كما هو معروف في جميع الحروب يسبق أي حرب أو أي حملة عسكرية خطاب معين، على سبيل المثال كما حصل مع العراق وأيضا ما حصل مع سوريا، حتى في الصراع ما بين الأتراك والأكراد في شمال سوريا أو الأكراد في العراق. أيضا هو يصنف أيضا في خانة التضليل والكذب والرياء، وأيضا زي ما قلت في السابق التشكيك وما إلى ذلك. نعم. طيب دكتور، ما هو المطلوب لمواجهة هذه الخطابات؟ سؤال جيد. هلا يعني كل شيء بتواجه منه الخطر، أي إنسان بواجه هذا الخطر عليه بتشكيل أو بتأسيس لحماية. كيف هاي الحماية بدها تتوفر؟ الحماية أول شيء الوحدة اتجاه الخطابات المعادية، هذا أولا. اثنين، عدم نقل الإشاعات. يعني كوهين هو ينقل الإشاعات ويستغل بعض ما ينشر في وسائل الإعلام، وهذا ينم عن عدم فهم أيضا للخطاب الإعلامي، طريقة بث الخطاب الإعلامي سواء بالنشر أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة والإلكترونية.
وزي ما قلت أنه بالوحدة الوطنية وعدم الخوف، تعزيز الثقة بين الجمهور، وأهم شيء عدم إعادة مثل هذه البيانات، وأيضا عدم الالتفات لهذا الشخص على صفحاته والصفحات المشابهة، لأنها تعمل ليل نهار من أجل إضعاف الجهة المستهدفة في دول المحيط. إحنا كجزء مشارك في يعني إنه يكون اسمه ينتشر أكثر، إنه إحنا المفروض يعني كلياتنا نتحد إنه نقاطع هاي الصفحات تماماً، حتى خلص ويحكي مع حاله يغرد مع نفسه إنه ما يلاقي تجاوب. إحنا للأسف في ناس عم تتجاوب وعم تقتبس من عنده الاقتباسات وبتعيد نشرها، فإحنا هيك عم بنفعل له الصفحة تبعه وعم بنفعل مين هو وهو لا شيء. يعني إذا نظرنا للجمهور عند متابعة مثل هذه الخطابات، الجمهور لا يعلم تداعيات مشاركته هذا ولا، لكن التداعيات المحسوبة أو من يؤخذ بعين الاعتبار هي الصحافة المسؤولة عندما تكرر بعض الخطابات من أمثال خطابات أو تغريدات كوهن. كيف؟ في القانون، وأنا تخصصي في بريطانيا جزء من دراساتي العليا كان حول القانون والإعلام. على سبيل المثال، إذا أنا أعدت خطاب معين، خطاب كراهية ضد جماعة أو فرد أو حتى مصلحة تجارية نقلتها صحيفة أو تلفزيون أو ما إلى ذلك، وثبت أن هذا الخطاب هو يعني الشخص أو المؤسسة أو الدولة الفلانية، تستطيع مقاضاة الناشر الثاني زيه زي الناشر الأول، هيك في القانون. نعم، بما أنه حكينا عن القانون وحكينا عن الإعلام والتركيز هون على الإعلام، أليس ما يقوم به إيدي كوهين وجهازه هو عبارة عن اختراق لأدبيات الإعلام؟ أنا لا أسمي كلامه وتغريداته إعلام، لأن الإعلام مفهوم، يعني الإعلام أخلاقيات، هو يروج لسياسات بعيدة عن الأخلاق، سياسات إعلامية بعيدة عن الأخلاق. هو جزء من النظام العسكري الذي يحتل فلسطين، وهو مستمر في هذه التغريدات لأن إسرائيل نفسها في حالة حرب مستمرة وهجوم معادي على الشعب الفلسطيني يوميا، ولذلك هو لا يفرغ يعني للراحة أبدا، يواصل إشغال الناس من خلال تغريداته ليس فقط في فلسطين وإنما في دول أخرى. فما يتحدث به كوهن هو ليس إعلاما، لأنه الإعلام من أدبياته يجب أن لا يكون هناك تضليل، يجب أن يكون عدالة، يجب أن يكون أخلاق، ويجب أن يكون لا يوجد انحياز، فهو ليس إعلام، هو عمل مخابراتي بحت. نعم. طيب، من هي الجهات أو البلدان أو الأشخاص الذي يستهدفهم دائما إيدي كوهن؟ هو استهدف دول كثيرة، أعطيك يعني بعض الأمثلة على ذلك، وسبق وقلنا أنه استهدف الأردن واستهدف السلطة الفلسطينية. يعني عندما كانت العلاقات متوقفة أو سحب السفراء من تل أبيب وأنقرة، هاجم تركيا. كيف بيهاجمهم؟ من خلال النزاعات الإقليمية اللي موجودة. على سبيل المثال، الأكراد كان يدعي عندما طلبت تركيا من سوريا أن تقوم بنشر قوات في المناطق الكردية، هو جاء وقال بأن هذه الأراضي أراضي تركية، هون يهدف إلى التجزئة، تجزئة بلد عربي. على سبيل المثال، تحدث عن الأكراد في العراق وقال إنه على الأكراد في العراق بدل ما اسمها مذبحة عفرين أعتقد أن يقيموا مثل نصب تذكاري للضحايا مثلما عمل اليهود الهولوكوست وما إلى ذلك. هاجم خلفان أيضا اللي هو كان قائد أو مسؤول الشرطة في أبوظبي، واتهمه
بالتآمر على اغتيال أحد المسؤولين الفلسطينيين في المقاومة، مع أنه يعلم أن إسرائيل هي التي قامت بعملية الاغتيال، فلماذا هو يتحدث عن خلفان ولم يتحدث عن إسرائيل؟ وأيضا أتذكر بأنه جاء ليصب الزيت على النار عندما حاول التشكيك في السفير العراقي الذي التقط صورا هو وزوجته مع راغب علامة. صحيح، هاي القصة مطلع عليها كثير. طيح الله حظكم، لماذا يعني أنتم مختلفون على هذا الشخص؟ فله صور مع شخصيات إسرائيلية أو ما إلى ذلك. هذا كلامه خطير، وزي ما قلنا أنه يعتمد على الكذب والنفاق. نعم. طيب دكتور، هلأ بدي من حضرتك رسالة بتوجهها كخبير إعلامي ودكتور وباحث في هذا المجال وخبرتك ما شاء الله يعني للناس. هلأ في ناس بسيطة دكتور بتروح يعني بتصدق أحيانا، هي بسيطة يعني ما إلها مثلا في السياسة، ما إلها في هاي الأمور، ممكن تصدق وتنشر. شو الرسالة اللي بتوجهها للكل؟ إحنا حكينا قبل شوي إحنا نقاطع هاي الصفحات، ما نقرأها، ما نطلع عليها، لأنه هدفها إثارة الجدل والبلبلة والتدخل في شؤون الدول والأشخاص والشخصيات. شو الرسالة اللي ممكن نوجهها لهدول الأشخاص إنه إحنا نساهم كدور إعلامي بإنه نحد من الاطلاع على هذه الصفحات؟ زي ما سبق وتحدثت عن كيف إحنا ندافع أو نشكل حماية، يعني جزء من الحماية. الحماية مطلوبة ليس فقط من الأفراد وأيضا من الحكومات، وأعتقد هناك ضعف لدى الحكومات في منطقتنا العربية في تشكيل أو إعداد مكاتب أو على سبيل المثال مقاومة الإشاعة أو التصدي للإشاعات الذي يطلقها كوهن وأمثاله، اللي هي بتكون إشاعات منظمة ومدروسة من أجل إحداث البلبلة في الأوساط المجتمعية والرسمية وأحيانا الأفراد. فباعتقادي أن يكون هناك خبراء توظيفهم في متابعة مثل هذه التغريدات والعمل بالمثل. أيضا نحن في حالة حرب، صحيح أن الدول العربية ليست في حالة حرب مع الكيان الإسرائيلي، الفلسطينيون هم في حالة حرب، لكن التراشق الكلامي والإعلامي يلاحق المسؤولين العرب ويلاحق الحكومات، وبالتالي هو يستهدف أمنهم ويستهدف سلامتهم وأكثر من ذلك. هذا بالنسبة للحكومات. أما بالنسبة للأفراد، عليهم أن يعوا أن الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية وطنية واجتماعية وأيضا شخصية. كثير من القضايا رفعت بسبب القذف والتشهير. ياريت أنه توعية الجمهور في مسألة القذف والتشهير وآثاره على الشخص المتورط في القذف والتشهير في المحافل القضائية، هم يحاسبوا على ذلك، وأيضا على نشرهم معلومات غير صحيحة يكون فيها تشهير بأحد الأشخاص أو المؤسسات وما إلى ذلك. هم تقريبا مش الكل، الغالبية لا تعلم تداعيات ذلك عليهم شخصيا وأيضا على الشخص أو المؤسسة أو الجهة التي يستهدفها هذا الكلام. مسألة أخرى أنه عدم الاستماع والإنصات لمثل هذه الخطابات المعادية، لأننا في حالة حرب. بالعكس النائي عن مثل هذه الصفحات، وأيضا أن يبقى المجتمع متماسك في مواجهتها كي لا يخترق. كيف يمكن أن نحمي هذا المجتمع من خلال أنه عدم التطرق لمثل هذه المواضيع في جلساتنا؟ ولأنه هذا مهم جدا، لأنه إعادة الحديث فيها في أوساط الناس ليس في النشر فحسب، يهز المجتمع
ويهدد أمنه القومي. بشكرك دكتور على هذا اللقاء الرائع، وإحنا استفدنا من المعلومات اللي طرحتها كونك خبير ومحنك أيضا سياسيا، فأنا بشكرك على هذه المعلومات، وبتمنى الكل يأخذ بالنصيحة اللي أعطيتها ووجهتها للكل، وبتمنى كمان يكون في بيننا لقاءات أخرى في مواضيع أخرى إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. مشاهدينا الكرام، أكيد بنشوفكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو، تابعونا.